هو دابا كنضرب في الشيء دابا راه في عيان راه فيه برشلو هنا في البوطويا تما بالبيكو ديالهم دائما تيديروا ديك المره طلعوا ان شاء الله البارح مشينا نصوبوا واحد الارض عندنا فلاحيه في جبل تغات عبرناها بالطوبوغراف بالمهندسين الصباح مشينا باش نصوبوا الحجر ديال المحافظه ديالها كنتفاجئوا كيجي واحد الناس متججين بالسيوفة والحجار وبداو يضربوا فينا ويرسوا فينا ويحلوا لنا الطوموبيل وداو لي واحد الشنطه ديالي فيها لي شيك ديالي وفيها ورقيه والمستندات ديالي وفيها 10 المليون عباد الله فيها وفرعوا البوطاغون راه صوروا على جندرميري صوروا كلش حلوا البوطاغون تاهي فيها 1.5 مليون داو منها الورق تاهي هي وداو لي التليفون ديالي دابا انا كنطلب حتى بالتليفون ديالي خصو يكون يجي لعندي لان عندي فيه مكالمات مع ناس مهمين ما يمكنش داك التليفون يمشي وتنطلب انا من السلطه توقف على هذا المشكل هذا تحل هذا المشكل هذا مشكل كبير حنا راه ما بغيناش نديروا حتى حنا البلطاجيه بحال داك الناس حنا ناس مربيين ولاد عائله ماشي ناس مسخين ولكن الا بغاو البلطاجي يمشيو يقلبوا على البلطاجي حنا ماشي البلطاجه حنا مستمرين كنستمروا فلوسنا ورزقنا وهاد الناس تعداو علينا وانت انا تعرضت للضربه هي الضربه في عيني شو كي دايره هي تعرضت للضربه انا براسي والتعنيف والبزق والرشق يعني ما عمرنا في حياتنا تعرضنا لهذا الشيء هذا والاهانه ما تنعرفهمش انا ما عنديش معاهم معرفه ما انت نشري عندي لي تيتر ديالي وما عندي دابا حتى هما نعطيهم لكم ما يعني حنا ما كنديروا حتى شي حاجه اللي خارجه القانون ابدا حنا بالعكس كنتقيو الشر ديال داك الناس كاع اللي كيكون في الطريق ديالنا كنتقيو شره كنبعدوا منه ها هما في كلينيك الرازي ثلاثه مساكن هو واحد مهرس في الضلوع ديالو تيبان ليا مضروب داولو التليفون داولو 80000 ريال ولا 60000 ريال حتى هو هادو ماشي جاو كيقول لك ما دير شي حاجه وكيسرقوا تينهبوا وهاد الناس مسخين عندهم سوابق بين عدليه اللي مضروب في وجهه اللي حامل الخواتيم اللي كيهضر يعني هاد الشيء راه اللهم هذا منكر هذا هو اللي غنقول لهم هذا المنبر هذا تنطالبوا بحقنا يردوا لي بعدا المحفظه ديالي فيها 100000 درهم واللي شيك ديالي ورقيه ويردوا لي التليفون ديالي ويصوبوا لي الطوموبيل ديالي ويبعدوا منا هادشي اللي تنطلبوا يعني حنا دائما سلميين دائما كنبغيو بلاد الناس تبقى في السلم وما خصنا حنا مشاكل